كذلك في العالم اليوم استفقنا على خبر ممكن صادم شوية للبعض لكن متوقع شوية في الفترة الأخيرة، هو إيقاف رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد من قبل رئيس من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا لمدة 5 سنين عن ممارسة أي نشاط رياضي، مع خطية مالية كبيرة توصل 500,000 دينار ولا أكثر شوية بالعملة التونسية. للتعليق على هذا الكل معنا الإعلامي المصري المختص في الكرة الأفريقية صاحب برنامج الكرة الأفريقية على قناة النايل سبور في مصر الإعلامي طارق رضوان. سي طارق أهلا بك. اهلا بحضرتك واهلا بكل مستمعينك الكرام وبكل جمهورنا العزيز في تونس. اهلا وسهلا بك سي طارق، ونحب نشكرك شخصيا خاطر لبيت الدعوه في وقت وجيز. لا تونس ما اقدرش اتاخر انا على اي وسيله اعلام فيها، وانا بعتز طبعا قلت قبل كده مرارا وتكرارا ان انا تقريبا اكثر اعلامي مصري جه تونس 23 مره لي اصدقاء عديدين وكنت ضيف في العديد من البرامج يعني. ما شاء الله. دونك سي طارق كما قدمت الموضوع اليوم استفقنا على خبر رسمي ايقاف السيد احمد احمد الملغاشي عن ممارسة اول نشاط كل نشاط رياضي في القاره الافريقيه، بالتالي مش يكون هو رئيس الاتحاد الافريقي، بالتالي ايضا مش يكون موجود في الانتخابات القادمه. صحيح، قرار كان متوقع والله للبيئه الاحداث، والاحداث على فكره تم ترتيبها لغايه يوم 12 مارس، هم مش بس احمد احمد انه مشي 5 سنوات، لا تم ترتيب فكره عزله بدليل انه راح مدغشقر من 3 اسابيع وهو كان حاسس وقال لك اصل انا بتعافى والدكاتره قالوا لي روح مدغشقر، مع العلم ان المسافه من مقر الكاف في القاهره لمدغشقر مسافه كبيره جدا وما فيش طيران مباشر، يعني الراجل راح مثلا لجنوب افريقيا او راح لاثيوبيا وركب خط مباشر تاني، والراجل كان لسه متعافي من الكورونا يعني، فبرضه كان شيء غريب للي يفهم، وقال ان انا هغيب شهر، وطبعا انتظر الحكم اللي هو لنهاية الشهر يعني او للفترة اللي احنا فيها النهاردة 22 او 23 نوفمبر، فالراجل قال لك انا لغاية اخر الشهر اخد اجازة، كان على امل انه ايه الحكم، هو عارف انه يعني هيطلع الحكم او هيطلع قرار الفيفا قريب، دي حاجة. الحاجة الثانية ان الكاف رتب ان الفيفا رتب الامور بما فيها رئيس الكاف في 12 مارس القادم، لما تشوف كده الاسبوع قبل الفارط هتلاقي امر مهم جدا، هتلاقي انه الفيفا يعني اتفق مع 3 مرشحين اقوياء جدا او 3 اسماء كان يعني المفروض ان هم يدخلوا رئاسة الكاف، وكانوا اعلنوا مسبقا ان هم هينزلوا، اللي هم هاني ابو ريده من مصر، ومن تونس دكتور وديع الجريء، ومن المغرب فوزي لجع. الثلاثه بيانات تكاد تكون متشابهه في فتره وجيزه جدا، يعني طلعوا بيها في فتره لا تزيد عن يوم. يعني هاني ابو ريده اصدر قرار وقال ان انا مش هنزل في عضويه المكتب التنفيذي، تبعه فوزي رجع، تبعه وديع الجريء، وكان امر غريب يعني رغم انه الانتخابات لسه في 12 مارس القادم ورغم ان لسه في وقت يعني، فبرضه كان واضح انه هناك ترتيب ما بينهم وبين فوزي، ما بينهم وبين رئيس ولو انه كابتن طارق كان فما موعد، هو تقديم الترشحات كان موعد 12 نوفمبر كان هو. صحيح، وهم اعلنوا قبلها بفتره وجيزه وقالوا ان احنا هننزل في المكتب التنفيذي وقبل 12 نوفمبر يعني، وطبعا ده ما جاش من فراغ، ده جه بعد ترتيب. الحاجه الثانيه انه في مرشح من شمال افريقيا ومن موريتانيا اللي هو احمد ولد يحيى وهو بيحظى بدعم من الفيفا، فطبعا احمد ولد يحيى لو نزلوا قدامه الثلاثه دول او 2 منهم لا يمكن يكسب، لأن أصوات شمال أفريقيا كده بالتالي كلها راحت لموريتانيا، ده وضع طبيعي والدول المحيطة بموريتانيا زائد تدخل الفيفا، ففرص أنا يعني وجهة نظري وأحمد ولد يحيى كبيرة جدا. لكن تعالى للثلاث مرشحين التانيين اللي هو جاك نوما اللي هو المرشح بتاع كوت ديفوار ومرشح نادي ساعة ومرشح الملياردير بتاع سان داونز جنوب أفريقيا، والمرشح الثالث اللي هو بتاع السنغال، نمسك مرشح مرشح هنلاقي انه صعب انه الفيفا يؤيد يعني تاني مرشح من الجنوب، خاصة جنوب افريقيا كانت رشحت احمد احمد وسندته بقوة، فصعب انه الكاف الفيفا يأتي بمرشح او يسند مرشح من نفس المنطقة،
الشيء الثاني انه الدول القويه في الكوره واللي لها صيت لما يمسك رئيس منها تزعج اللي عايز يتحكم فيها. يعني انا لو عايز اتحكم في سين او في صاد ويكون سين او صاد قوي جدا اتحكم فيه ازاي؟ فلازم ان انا اجيب مرشح اكون يعني حسسته بنسبه كبيره ان انا ليا فضل وان انا سندتك لغايه ما تبقى موجود، وفي نفس الوقت تحسب ليا ان انا بطلع بمرشح من دوله ناشئه وماشيه بشكل كويس. موريتانيا يعني نمسك الخشب، وصلت نهائيات الامم وعملت عروض طيبه السنه اللي فاتت، كاس الامم للمحليين عملت نتائج ممتازه في المغرب، تحت المنتخبات الاولمبيه ماشيه بشكل كويس، ومنتخب 20 سنه تاهلت. فهي بتطلع في الكوره. وهو انفنتينو افتكر كان راح موريتانيا قبل كده من سنتين في زياره، وكان افتتح ملعب هناك او حاجه زي كده. فانا بجد انه احمد ولد يحيى يعني الامور ترتب انه يكون رئيس القادم للكاف، وربما يجد منافسه قويه مع مرشح جنوب افريقيا. كابتن كابتن طارق، هل تعتقد انه تونس فوتت على نفسها فرصه كبيره لرئاسه الكاف؟ طبعا طبعا انا اتكلمت في برامجي على ده، بعدم منح طارق مشماوي جدا. انا اتكلمت كذا مره، وبعد انسحاب هاني ابو ريده واعلان اعتذاره قلت على طول هي فرصه طارق مشماوي. طارق مشماوي عنده علاقات رائعه في شمال افريقيا في القاره السمراء. طارق مشماوي انا التقيت بيه اكثر من مره، شخصيه محترمه جدا وتربطه علاقات رائعه. طبعا تونسي ويعتز بانه تونسي، مقيم في مصر بيبقى موجود لفترات كبيره بحكم عمله طبعا واقامته ايضا كانت بتبقى في القاهره لفترات. عنده علاقات جيده مع المغرب، مع ليبيا، مع السودان، وكان عمل علاقات ممتازه. وانا يعني مش عارف برضو الموضوع اللي حصل ده والازمه اللي حصلت بين الدكتور وديع الجريء وطارق بوشماوي والتصريحات وابعاد طارق، مش قادر افهم ليه. او يعني انا لما يكون عندي مرشح ومرشح قوي، ايه المانع ان انا ادعمه؟ ايه المانع ان انا اديله فرصه واديله كل الدعم عشان يمثلني؟ احنا النهارده عايزين في شمال افريقيا كان يكون يعني حد لازم، يا من مصر يا تونس، يعني ده طبيعي. يعني انت لما ما وفقش المرشح عندك او يعتذر هتبص على طول المرشح تونس، وتونس تعرف كمان المسافة الجغرافية والعلاقات ربما كمان يعني بيبقى تواجدها، والمغرب نفس الأمر والجزائر، بس الجزائر ما فيش حد على الساحة الوقت يعني. فطبعا ضيعت فرصة، وفرصة كبيرة جدا، وكان بإمكان طارق بوشماوي يكون يعني بعد اعتذار هاني أبو ريدة وبعد اعتذار فوزي لجع، أنا كنت بعتقد أنه كان ممكن يكون المرشح الأول لرئاسة الكاف، خاصة مع إيقاف أحمد أحمد. تعتبر سي طارق أنه هذا اللي قرر اللي صار اليوم لمسة وفاء، تكريم، ما عادش كيفاش تحب تسميها، للمرحوم عامر وفهمي اللي هو أول إنسان هو اللي جبد الملف هذا نتاع الفساد في الكاف وفساد عند أحمد أحمد؟ بص، هو احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. الكاف نسبة كبيرة جدا حكام بمسؤولين كبار، يعني هقول لك شمال افريقيا فيهم شخصيات ممتازة وكويسة، لكن الكاف وشخصيات كثيرة جدا بيبقى عليها يعني كلام وعلامات استفهام كثيرة. ويعني المفروض العكس، انه النادر ان يكون حد خارج عن الاطار، لكن انت عندك العكس، النادر انه حد يكون محترم وتعاملاته والتزاماته ممتازه. انا مش عارف لغايه النهارده احمد احمد رجل حظى بدعمه وجي من دوله اللي هي مدغشقر وكسب عيسى حياته وخد وقتها مسانده الفيفا، انا مش عارف ايه التخبط اللي حصل وايه الفساد المالي اللي عنده وليه يستغل الامور بالشكل السيء ده. انا كنت بشوف انها كانت بدايه او يعني فكره او وضع لاعاده الثقه في المسؤولين، وانه يعني ايا كان من اي دوله في القاره ففي كفاءات، لكن احمد كده بالحقيقه عمل ازمه كبيره، خاصه انه عيسى حياته طبعا كان في كلام كبير برضو على الفتره بتاعته على المسؤولين اللي كانوا موجودين في الوقت ده معاه. بالنسبه لعمر وفهمي، عمرو فهمي الله يرحمه طبعا، يعني اذكره من حسن موتاكو. هو طبعا عمرو يعني ابن المهندس مصطفى فهمي، كان سكرتير للكاف، وجده كان
أيضا كان في الكاف، ويعني أسرة ليها يعني تواجد، ويعني كان ضرب أصراع ما بين عمرو وما بين أحمد جامد جدا السنة اللي فاتت، وعمرو طلع ملفات وقال أنا عندي ما يثبت، والكاف كان طلع حاجات ضد عمرو وقتها برضه وقال إحنا ليه أبعدناه، ودارت حرب طبعا. فالنهارده طبعا ابعاد احمد يعني اعتقد بيعتبر انتصار للمجموعه اللي كانت بتوالي عمرو فهمي، لانه في كتير كمان خد بالك جوه الكف تم ابعادهم، يعني في ناس موظفين او عاملين او كده تم برضو يعني الاطاحه بيهم مش موجودين بعد ما حصل تغييرات. يعني ما تنجمش تكون معايا كابتن طارق، ما نسالكش اليوم على النهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك، الحاضرين تشوفوا في النهائي من افضل ما يكون ان شاء الله بين زوز من اكبر الفرق الافريقيه؟ والله يا ريت، يعني انا اتمنى ده، يعني طبعا المباراه هيبقى فيها شد عصبي غير عادي واخده اهتمام اعلامي غير عادي. انا عارف انه الاهتمام مش في مصر بس، في العالم العربي، لانه انا ما باجي حتى تونس بلاقي ناس كتير قوي عارفه كل حاجه عن نادي الزمالك عن الاهلي وتسالني على الاخبار، وافاجئ بان هم متابعين اكتر مني يعني، وفي اللي بيشجع الزمالك وفي اللي بيشجع الاهلي، خاصه مع وجود سيسي ومعلول يعني. طبعا واكيد، ونفس الشيء احنا عندنا، ما احنا برضو بنتابع ماتشات الترجي والافريقي والنجم الساحلي والصفاقسي، الاربع فرق دول ليهم برضو يعني شعبيه كبيره عندنا، وبنتابع مبارياتهم، بنتابع مباريات الرجاء والوداد، المولوديه وفاق سطيف، ده يعني شيمه الفرق الكبيره في القاره. فالمفروض قياسا بالنتائج وبالعروض اللي احنا شفناها ان احنا نشوف مباراه قويه بين الزمالك والاهلي، المفروض ان هي يعني تكون نهائي عربي جيد. وعلى فكره في حاجه تحسب الحقيقه للكره العربيه، يعني احنا بقالنا سنين طويله السنوات الأخيرة هو كل النهائيات عربية، والمربع الذهبي بيبقى معظمه فرق عربية. يعني انت هتفتكر هتقول السنة اللي فاتت الكونفدرالية كان معهد البركان مثلا والزمالك في الكونفدرالية، وكان الترجي والوداد في دوري الأبطال. السنة الترجي والأهلي الأهلي والوداد، وبعدين كان عندنا الرجاء في نهاية الكونفدرالية كان معاه صحيح فريق اخر لكن يعني هو اللي توج بطل. هتلاقي انه يعني النتائج بتاعت الفرق العربيه الحقيقه مبهره، ودي تبين ان الادارات الكرويه في هذه الدول وفي هذه الانديه ممتازه، وان الكره في شمال افريقيا هي الافضل. يعني موضوع ازعاج لناس، موضوع كبير هذا عمل ازعاج لناس. وانا شفت تصريح لما كان عندكم كلود لوروال المدرب الشهير طبعا الفرنسي الشهير مدرب توغو، وكان سئل وهو في تونس لما كان بيلعب مع المنتخب السوداني وكان عامل معسكر اعداد، فسئل عن رايه في البطوله، قال قبل اي حاجه في دوري الابطال والكونفدراليه، قال لهم انا حزين مش مبسوط انه فرق شمال افريقيا هي اللي بتوصل على طول، وهي اللي موجوده في المربع الذهبي وفي الفاينل، وهي اللي بتفوز، وان لازم يحصل برمجه او اعاده تغيير للخريطه يعني. لازم نفسر ايضا نفس الامر ده، الفكر ده موجود، هتلاقيه عند هتلاقيه موجود برضه عن انفنتينو، وهتلاقيه موجود عند بعض المسؤولين في قاره افريقيا. نتمنى يكون المنتخبات ايضا النجم منفصل، وخاطر اغلب اللاعبين الافارقه يمشيوا اوروبا مبكر، معناها اغلب الافضل بما يحفهم الفرق الاوروبيه، ممكن على هذا الانديه بتاع شمال افريقيا تسيطر تكون افضل من الانديه بتاع غرب القاره. طبعا طبعا، واحنا على فكره سعداء جدا في مصر بنجاح تجربه وجود عدد كبير جدا من اللاعبين من شمال افريقيا، خاصه تونس والمغرب. وعايز اقول لك ان كل يوم دلوقتي بنسمع اخبار انتقال واحتراف لاعب تونسي في الدوري المصري، كان اخرهم زياد بوغطاس بالفعل، وكل يوم او يومين لازم تسمع الجديد يعني. فما جديد في الايام القادمه والتوفيق. يومين نخليك تسمع اخبار اخرى ايضا، صدام بن عزيز لاعب النجم الساحلي قريب جدا من الامضاء في البطوله المصريه ايضا. وانا عايز اقول لك كمان انه انا عرفت ان انيس البدري لم يتفق مع اداره الترجي طلب مبلغ كبير، قد يجوز انه هناك من الفرق المصريه من هو عرض عليه مبلغ ضخم، وانه بيحسبها بالشكل ده بيراميدز مثلا او نادي اخر، وارد انه يكون نادي اخر، ووارد انه ربما يتراجع ويعود للترجي يعني، لكن مش بعيد يعني انه ممكن يحترف في مصر. كابتن طارق رضوان الاعلامي في قناه النيل سبورتس، احب برنامج الكره الافريقيه، شكرا جزيلا لك على تدخلك معنا. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك.
ما زلنا مواصلين في فير بلاي حتى لما 3:30 الاخبار، بعد شويه راجعين مكملين. استقبلوا كمال بن خليل الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي، نحكيوا على بعض قناه تلفزيونيه خاصه.